عزوز، إيش في وجهك صاير كده؟ شكلك تعبان وعطشان. لا تقول لي ما شرب موية من الصبح. أشرب موية، أشرب أشرب. أهلاً أهلاً، اليوم حقول لكم إيش اللي صار مع عزوز لما ما شرب موية. زي ما تعرفوا، شرب الماء وتنفس الأكسجين أهم عنصرين لبقاء الإنسان على قيد الحياة. ترى الإنسان يقدر يعيش لمدة 8 أسابيع تقريباً بدون ما يأكل، بس ما يقدر يعيش أكثر من 10 أيام تقريباً بدون ما يشرب موية. جسم الإنسان يحتوي على نسبة تقريباً 70% من الماء. إيش رأيكم أقول لكم أكثر عن الموية؟ يتكون اللعاب 99% من الماء، وكمان يدخل في تركيب الدموع. ينظم درجة حرارة الجسم. الموية تخلينا نتخلص من فضلات جسمنا عن طريق البول أو العرق. علشان كذا لازم نعوض أجسامنا بدل الموية اللي فقدناها، ونشرب على الأقل لترين من الموية يومياً. بس كيف نحس إننا عطشانين؟ في منطقة في الدماغ هي اللي تخلينا نحس إنه محتاجين نشرب إذا فقدنا كمية كبيرة من السوائل. إذا ما قدرنا نشرب موية في الوقت اللي إحنا حسينا فيه بالعطش، إيش ممكن يصير؟ أول شيء راح يظهر علينا هو جفاف الفم الواضح. ثاني شيء يغمق لون البول أكثر من اللون الطبيعي، وبعدها يبدأ يتأثر الدماغ، وحنحس بدوخة زي ما كان عزوز حاسس. ترى دمك مرة خفيف، دائما تأخرينا انت وانواع الدراما حقتك. طيب جيتك، بس خليني أخلص شرح. الكرة الأرضية بتعاني من الجفاف، وهذا بسبب إسراف الناس في استخدام الماء. تعرفوا انه في ناس كثير بيكونوا عطشانين على الكرة الأرضية لأنهم مو قادرين يحصلوا على موية نظيفة وغير ملوثة. علشان كذا إذا حابين تشاركوا في إنهاء العطش العالمي، حاولوا إنكم ما تسرفوا في استخدام الماء. كمان أنشروا هذه الحلقة علشان توعوا أصدقائكم بأهمية شرب الماء، ويساهموا هم كمان معانا في إنهاء العطش العالمي. باي.